السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سابقة من نوعها، هذه القضية اللي راح نتناولوها اليوم، أنه فرقة مكافحة الجرائم السبرانية أطاحت في ولاية شلف البارحة بشبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص، منهم امرأة وفتاتان تتراوح أعمارهما بين 31 و75 سنة. جاء ذلك بعد تلقي الشكوى من ضحية في ولاية الشرقية تعرض للنصب وسلب مبلغ مالي كبير. وبعد التحقيقات الميدانية والتقنية تم التعرف على المشتبه فيهم، والذين ينتمون لعائلة واحدة استخدموا أساليب احتيالية عبر إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع. وقد أسفرت العملية عن حجز واسترجاع عدة أغراض خاصة بنشاط أعضاء الشبكة الإجرامية، من بينها وثيقة هوية مزورة. وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة شلف، التي وجهت لهم تهم تزوير وثيقة إثبات هوية لغرض إثبات حق وهوية واستعمالها، وكذا النصب والاحتيال للسلب ثروة الغير باستعمال أسماء ووصفات كاذبة وإحداث أمل بالفوز بشيء على الجمهور. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوف الوقت وصلنا ليه، ضمائر قلوب الناس في رش، يعني وين داها عقلها وشرارة النفس باش يعملوا يعني أمور كما هك. الإنسان يكون واعي ويكون عارف، يعني أنه تروح يعني بنيتك تخطب وتمد المهر ومن بعد تلقى هذوك الناس خداعين وغدارين ومحتالين يدرك دراهمك. ربكم الخير ورب يعوض على الناس يعني اللي قاموا بالاحتيال عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.